نروح مع حضراتكم لبعض موضوعاتنا كده، ونروح لآخر الدراسات اللي اتعملت في إطار موضوع التغذية. خبراء التغذية يعني رصدوا يعني دراسة مهمة قوي، هي ليها علاقة بأهمية وجبة الفطور. الدراسة دي كانت بتقول إنه وجبة الفطور ليها علاقة بشكل أو بآخر بصحة الجهاز الهضمي وصحة عمل الدماغ ومما يؤثر على المناعة. عشان كده فضلنا ان احنا النهاردة نلقي الضوء على اهمية وجبة الفطور، ونعرف هي لازم ان هي تتكون من ايه عشان نعرف اهميتها. لان في ناس يقولك لا انا خايف من زيادة الوزن فما افطرش، في ناس تقولك ايه لا انا اهم حاجة عندي اخد الشاي بلبن بتاعي الصبح، او اخد كوباية الشاي، او اخد فنجان القهوة ومش مهم اكل. فتعالوا نعرف الموضوع ده، يعني اكيد بيكون له جوانب مفيدة وجوانب مضرة في حال ان احنا طبعا اهملنا هذه الوجبة اللي حسب الدراسات اعلنت طبعا وقالت واقرت ان هي مهمة جدا. دكتور منال عز الدين الباحثة في معهد تكنولوجيا التغذية هتطلعنا على المزيد في هذا الامر. دكتور منال صباح الخير. صباح الخير على حضرتك يا استاذة هبة، وصباح الخير على مشاهدي دي ام سي. منورانا يا دكتور. وبداية كده ما حدش فينا ما سمعش مقولة افطر فطور الملوك وتغدى غذاء الأمراء وتعشى عشاء الفقراء. فهنا صحيح. طبعا من أهمية وجبة الفطور قالوا فطور الأمراء، فهل هم هنا بيعنوا الكم ولا الكيف؟ هم بيعنوا أهمية هذه الوجبة، لأن عندي وجبة الفطار دي أنا بشوفها، والخبراء التغذية كلهم، إن هي أهم وجبة على مدار اليوم، لأن إحنا بنتناولها بعد حوالي من 8 ل 10 ساعات في يوم، لأن إحنا طبعا نايمين ما بناكلش. الجسم بيكون مخزونه من الجلوكوز اوشك على النفاس خلال فتره النوم، لان احنا واحنا نايمين الجسم شغال، القلب شغال، والجهاز التنفسي شغال، والمخ شغال، كل ده بيتغذى على الجلوكوز بيستمد منه الطاقه. طيب الجلوكوز بيجي منين واحنا نايمين؟ بيجي من مخزون الجلايكوجين اللي موجود في الكبد، بيبتدي يتفكك الجلوكوز ويتضخ في الدم ويغذي الأجهزة ويديها الطاقة زي ما قلت لحضرتك، القلب والجهاز التنفسي. طب فاحنا في لما تعارض ما بنصحى، بينها وما بين الناس اللي بتعمل نظام الصيام المتقطع؟ لأ خالص يا فندم، لأن احنا الصيام المتقطع برضو لازم بيكون في وجبة إفطار، يعني حتى واحنا برضو في رمضان اسمها وجبة الإفطار. الجسم محتاج طاقة فلازم ياكل. طيب الطاقة دي بتيجي عايزه كربوهيدرات، لان الكربوهيدرات في الجلوكوز. نقدر ناكل ايه على وجبه الفطار؟ لازم وجبه الفطار يكون فيها العيش البلدي الجميل بتاعنا، فيها البليله، دي مصادر عندنا للكربوهيدرات. لازم برضو الوجبه يكون فيها مصدر للبروتين، زي عندنا اللبن والجبنه والفول والعدس، دي كلها مصادر للبروتين، والبيض كمان. انا عندي من افضل مصادر البروتين البيض، طبعا مصدر للبروتين الحيواني. البيضه الواحده فيها حوالي 6 جرام بروتين، كلهم قابلين للاستفاده في جسم الانسان. يعني ما انا ننساش وجبه كمان، الافطار بتاعتي لازم تشمل على ايه؟ يعني لو عندنا مثلا طبق فول من 4 ل6 معالق فول، معاهم شويه سلطه ورغيف عيش بلدي، حاجه رائعه. ادي كده عندنا بروتين نباتي بالظبط كده، وعندنا وكربوهيدرات وكربوهيدرات ومصدر للالياف متمثل فيه شويه السلطه او الجرجير او الخس اللي جنب طبق الفول. البعض ممكن بيقول انه لازم تشمل على الحبوب، ايه رايك في الموضوع ده؟ الحبوب من الحاجات الجميله عندنا، زي البليله، ممكن فنجان بليله عليه شويه مكسرات وزبيب مع شويه لبن، بتعتبر وجبه غذائيه متكامله. لو عملنا قرص عجه، والعجه عباره عن البيض المخفوق بالدقيق والخضره ومعاهم شوية عيش بلدي، دي وجبة غذائية متكاملة. لو دمسنا العدس أبو جبة مع شوية عيش وسلطة، وجبة جميلة ومتكاملة. الجبنة القريش كمان عندي من الأجبان اللي فيها مصدر بروتين عالي، بشوية طماطم وفلفل مع العيش البلدي الجميل، ده نموذج لوجبة. البطاطس المهروسة المصرية الجميلة بتاعتنا عليها شوية بقدونس وخضرة مع العيش البلدي. يا ريت نتجنب المقليات، لان الفول اللي من المقليات القدره ده اللي عندي احنا شايفينه على الهوا مع الساده، لو حضرتك شايفه طبعا معانا فاتح. ايوه طبعا فاتح للشهيه ومغذي وجميل، والبصل والسلطه الخضراء طبعا بتدي مناعه، والفول مصدر للكربوهيدرات كمان ومصدر للبروتين، وبيدي شعور ابو كلا بالشبع بيقول لك يا لساعات دكتور منال طويله. الطعميه اللي بسمسم
الطعمية من الحاجات الجميلة والمغذية، ولكن أنا مشكلتي في كمية الزيت الكبيرة اللي بتتقلي فيها، وخصوصا كمان لو جايبينها من بره الزيت شوية ما بيبقاش مظبوط. فأنا أفضل إن هي تتعمل في البيت وفي أقل كمية زيت، ودلوقتي في الإير فراير كمان حلو ممكن قوي. نعملها فيها وبتطلع شهية طب دكتور، ولذيذة وقت ونقدر فترة نستفيد منها. الإفطار، يعني مثلا الناس تقول لك لا أنا ممكن أأخرها، مثلا أفطر الساعة 1، أفطر الساعة 3، مش مهم، بس أهم حاجة أنا ما بفوتش الوجبة. لا، هو وجبة الإفطار مهم إن احنا ناخدها خلال ساعتين من استيقاظنا. ليه بقى؟ عشان الجسم عايز يبتدي يومه، عايز أمد الجسم بالنشاط والطاقة والتركيز ويكون ليا قدرة على العمل. لما أكلها الساعة 1، يعني رحت الشغل مثلا وبقالي 3 4 ساعات فيه، طب هبقى مركز إزاي؟ قاعد مستوعب لو تلميذ في الفصل إزاي؟ فمهم جدا الفطار. طب أنا أعمل إيه عشان أقدر أفطر الصبح ما ناكلش في وقت متأخر بالليل؟ اللي بيخلينا نأخر الفطار إن إحنا بناكل كميات أكل كبيرة بالليل، فبالتالي بنقوم شبعانين وبناكل لوقت متأخر للساعة 2 و3 الصبح. فأحسن حاجة إن إحنا نتبع الساعة البيولوجية، ناكل بالنهار ونصوم يعني بالليل. اخرنا في الاكل الساعه كام؟ قبل النوم بساعتين يا فندم، إحنا بنقول الساعة 9، الساعة 10، وتكون آخر وجبة وجبة خفيفة عبارة عن سندوتش جبنة، كوباية زبادي، كوباية لبن، ما تكونش أكلة دسمة وتقيلة عشان ما تجيبش طب شعور العناصر اللي بالسخنة. حضرتك ذكرتيها من شويه اللي هي لازم تكون في موجوده في تمام. الوجبه، وجبه الفطور، هل دي تمام. بتنطبق على الناس اللي بتتبع حميات غذائيه؟ طبعا، لان اي نظام غذائي يكون ناجح لازم يكون يشتمل على هذه العناصر، البروتين والكربوهيدرات والالياف يعني المتمثله ياكلوا في فول عادي. الخضروات والفواكه، ولكن لا افراط ولا تفريط، بلاش الكميه. احنا مشكلتنا بالمعقول، كله دايما بالمعقول. بالظبط يا استاذه هبه، دايما مشكلتنا الكميات الكبيره، صح. يعني هي دي اللي بتعمل لنا المشكله. ما نقدر، الرجيم عمره ما كان حرمان لو هناكل بالمقدار الصحيح، المقدار اللي جسمي محتاجه. امال الافراط طبعا والاكثار ده اللي بيسبب لنا السمنه والمشاكل. الحرص على وجبه الفطار ده بالعكس هيحمي جسمنا من السمنه، لان انا هبقى قايم فطرت كلت شبعت، مش همشي بقى طول اليوم كل ما اخد الاقي حاجه سناكس. تعجبني اخدها، انا جعان طب هاخد دي، طب هاخد شوكولاته، طب هاخد حاجه حلوه. الحاجات الحلوه دي برضو هي اللي بتزود شعورنا بالجوع لانها بترفع مؤشر السكر النقنقة، في الجسم. النقنقة دي لما بتزيد بالظبط بتحصل مشكلة. بشكرك شكرا جزيلا بالظبط. دكتور منال عز الدين، الباحثة في معهد تكنولوجيا التغذية. افطروا يا جماعة وصباحكم ان شاء الله دايما جميل ومليء كله بالإيجابيات.